بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفه كيفاش نضبط التاريخ والتوقيت في سيارة بيجو 407. لا استغفر الله، بيجو 207 كما تشوفوا راهي 1 جانفي 2007. نبدأ من هنا المنيو، شوف شو يطلع عندنا. ريغلاج AF، دير اوكي، لاني معناها انا السنة، ريغلو السنة، تبقى تضغط حتى تلعب السنة اللي راك حاب. انا حسيت 2024 نضغط من الزر السفلي، نبدلو الشهر، نزيدو لها من هنا 2 3 4، رانا في شهر ماي. نعاودو نضغطو من الأسفل، نبدلو اليوم ونبدلو من الزر الجانبي 5 6، دير اوكي، ننتقلوا للساعة كيف كيف لير من الزر الجانبي، عشرة من الزر السفلي نعاودو نبدلو الدقائق. هي 42 دقيقة، نبقى ضاغطين باستمرار باش نربحو الوقت ونحافظو على الزر، تبقى تضغط وتطلق ممكن تهزته، والأخير نديرو ولا نختارو الموديل تاع التوقيت 24 ساعة ولا 12 ساعة من الزر الجانبي كيما رانا نشوفو، نضبطوها على 24 ساعة. خير نديرو اوكي، طلع عندنا تاريخ راه 6 ماي 2024. السلام عليكم وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم.